نعود مشاهدينا الكرام إلى الخبر الذي ذكرناه قبل عدة أخبار بشأن المرصد العراقي لحقوق الإنسان الذي ذكر أن مصير مئات من المدنيين المفقودين في محافظة نينوى ما زال مجهولا. بشأن هذا الخبر الذي ذكرناه آنفا معنا عبر الهاتف من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري، مرحبا بك. إذا المرصد العراقي لحقوق الإنسان في تقرير له قال إن مصير مفقودي الموصل ما زال مجهولا، كيف ترى ظاهرة الإخفاء القسري في العراق؟ السلام عليكم. في البداية حقيقة هذه الظاهرة والظواهر الأخرى الموجودة في العراق من قبل الحكومة العراقية، لأنه هذه الاعتقالات والناس المفقودين والاعتقالات العشوائية وبدون علم القضاء هذه موجودة وتتم بفعل وعلم الحكومة العراقية. نعم هنالك ميليشيات والحشد الشعبي لهم معتقلات ثم سجون، ولكن الحشد الشعبي والميليشيات هم تابعين ايضا ادرع من ادرع الحكومه العراقيه. اذا بالدرجه الاولى هي الحكومه العراقيه تتحمل المسؤوليه عن كل من ضاع حقه في العراق وكل من اختطف في العراق، وهذه العمليه قاعد تتم والمنظمات الدوليه الحقوقيه تطالب الحكومة العراقية بأسماء الموجودين عندها في السجون العراقية، وإلى حد هذه اللحظة تماطل الحكومة العراقية بإعطاء الأسماء وبإعطاء القوائم إلى المنظمات الإنسانية وحتى مواقع السجون الموجودة في العراق المنتثرة في العراق. لا توجد إحصائية مضبوطة 100% حتى منظمات الإنسانية والصليب الأحمر والهلال الأحمر أنه يتابع السجناء الموجودين في المعتقلات. الحجز أخي العزيز، المحجوزين في الحكومة العراقية تختلف عن المحجوزين عند الميليشيات والحشد الشعبي. نحن نعلم جيدا أن الحشد الشعبي والميليشيات لهم المعتقلات مالهم ولهم أحكامهم والقضاء مالهم، وقضاءهم على تحكم بهذول الناس الموجودين والمخطوفين من قبل هذه الميليشيات. الميليشيات في الوقت الحاضر هي متسلطة على الحكومة العراقية. أنا أتوقع وتوقعاتي هي بإثباتات وأدلة أن الحكومة العراقية عاجزة عن وجود حل للمختطفين أو المحجوزين، ولا يوجد لهم علم الحكومة العراقية ولا أهالي المختطفين يوجد لهم علم أين موجودين أبنائهم وفي أي معتقلات وفي أي سجون موجودين المعتقلين أو حتى المحجوزين والمخطوفين بالوقت الحاضر. ليس في مدينة الموصل فحسب، فالإحصاءات تؤكد تزايد ظاهرة الإخفاء القسري في البصرة. يعني كيف تفسرون زيادة هذه الظاهرة في مدن معينة؟ أخي هذه الظاهرة موجودة في كل العراق. أنا قاعد أتابع أشخاص موجودين معتقلين في سجن الناصرية، نقلوا من سجن الناصرية إلى بغداد، وضاعت الأسماء من بغداد إلى سجن الناصرية، والصليب الأحمر والمنظمة العربية لحقوق الإنسان نتابع أشخاص موجودين. الحكومة العراقية لا تعلم أين موجودين، والموجودين في سجن الناصرية يقول رحلوا من عندنا بعلم الحكومة العراقية وبغداد. تنفي هذا الشيء. إذا ضاعوا بين الطريق من بغداد من الناصرية إلى بغداد ضاعوا ذولا. إذا أكو ميليشيات والحشد الشعبي اختطف ذولا. هذا الشيء المعلوم اللي راح يكون توقعاتنا بهذا الشيء. أنا قاعد أتكلم عن حقائق وليس أتكلم عن أنا أتكلم عن أسماء موجودين ضاعوا أسماءهم من نقلهم من محافظة إلى محافظة، من بغداد من النجف إلى بغداد ضاعوا ذول الأسماء، وبعلم الحكومة العراقية أتم نقلهم بعلم القضاء العراقي ولكن ضاعوا بهذه الفترة. شكرا جزيلا لك، أشكرك من فيينا من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا سيد ضياء الشمري.